العسل الفشاري مننا جزء مهم جدا من الموضوع بتاعنا، يعني هو يمكن بيعمل تطور في شغلنا بنسبة 30%. فكرة الابديت اللي احنا بنعمله ليه علاقة بالكلاينت بتاعنا، ان هو حابب ايه مش حابب ايه، خاصة ان احنا بنعمل ممكن يعمل كاستمايز لحاجة، انت عاوزة حاجة معينة، الصورة دي يبقى عليها صورة انت حباها، ممكن الحلقة ده عليه حاجة انت حباها اللي بنرجع للسان. الحلقة عليه حاجة انت حباها ممكن، البوك مارك، البوستر، الزرع، الحصالات، اي حاجة من الحاجات دي ممكن تتعمل بطريقة لشخص معين بعينه. يعني فن ميدان دايما جمهورنا بما انه متغير ومختلف، يعني احنا عشان اوبن اير وكل الناس اللي بتيجي هي اللي بتدخل مختلفة، يعني فعشان كده بنحاول نرضي جميع اذواق شوية، يعني نعمل في خط قديم في البراند بس دايما بنحاول يبقى في قديم وجديد ومودرن وكده. بس الأباب مثلا خدت عليه رد كتير قوي، جم ناس قالوا لي ازاي تعمل أباب عليه صورة فنانين وبتاع، من باب ان هو يعني بيقلل شويه من تقدير الناس، يعني فبحاول افهم ان هو مش أباب للاستخدام بتاع فكره الأباب، يعني هو بالنسبه لي في اللحظه دي ما بقاش أباب، يعني هو بقى تابلوه، لان هو بيتعلق وبنعلق فيه المفاتيح، فالاستخدام اختلف، ما بقاش الاستخدام التقليدي يعني ان احنا نلبسه في رجلينا. يعني بس بعمل زرع، بعمل حصالات، بعمل صور، بعمل بوك مارك، بعمل كي هولدر لو تليق عليه، بعمل حصاله، بعمل الان